ايوه انا بقى بص اليوم انا هاخد حق من ابو بدر، حقي لازم اخده. خلاص كافي كافي ها، اليوم لازم اخد حقي. ايوه انا جبت كل حاجه ومجهز. خلي بالك، خلي الحليب ده على جنب اهي. هذا حليب البوش. ايوه خلي ده بقى هنا بقى صاحبي، احنا هنرتب ترتيب بقى ايه صح دلوقتي. انا عارف انا هعمل لك ايه. شو بقول لك دي بيبقى في رغوه، انا هظبط لك الدنيا، مش هخليه يعرف اي حاجه. ده الفرصه جات لي اول مره اعمل مقلب شبت. اوف مية مية ما فيش اختلاف ها، بس شويه هيظبط. يلا ابو بدر فين؟ ايوه مش هيظبط. حلو حلو ابو بدر، في سمسم ها، في سمسم مظبوط. بس في فرق ولا لا؟ ما يجي فيها لا مظبوط ولا سمسم وانت اللي هتعمل المقلب. بس اوعى تلخبط، خلي بتاع متعلم ها، ده بتاع ماشي حلوين. بس انت ما عندك خبره؟ انا ما عنديش خبره، واعمل نفسي انا مش عارف اي حاجه. حلو الكلام. حلو بس روح مره تظبطها، عايزك عندك الترتيب. يا عجل يا تبارك الله يا عزبة رايد. حليب الحزمية وغالي. اسمع اسمع، دام وياي بطاستين بسوي بينكم تحدي. اسرع واحد يخلص هالطاسه اطلب اللي تباه. اخوي هذا ما يروح حتى اخوي. واحد اثنين ثلاثة روح. احنا اللي عملتها في نفسك خيب صوت. الله يغفر. والله انا حمار. انا عملتها في نفسي. هي كنت عاوز اعملها فين؟ مي 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 انا وانت مش تديني المي الحليب بتاعي. اقول لك هذا يقول يا من حبر حبره اللي اخيه وقع فيها. ابوي لا تبيع خبزك على خباز ابو بدر. انا قلت اسد حاجه من اللي عليك ابو بدر. انا شميت ريحه الحليب. والله انت غفور ما في زين. خله هو يربي معي مسوي ماي وصابون مسوي. غشني الله رزقني انه يربت الحليب. انت ما عرفت تميز الصابون من الحليب. انا قلت لك يا فهد بلاش نعمل مقلب في الليل، خلينا بالنهار عشان نعرف نميز براحتنا. وعدت اقنع فيك وانت برضه مصمم عشان عارف اللي هو ده هيحصل لي. والله ده دواء 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 عينك. مبسوط انت دلوقتي؟ وانا جاي متحمس ومبسوط وجايب الصابون وعامل ومسوي وجايب طاسات والاخر تضحك علي ايه؟ ما بقول لك ثلاثة ما يقومش. واجد وعينك. والله شكلكم انتوا الثلاثة متفقين مع بعض. ما متفقين. متفقين؟ انا ما عارف. انتوا متفقين وبتلعب علي؟ ما متفقين، لكن انت ما عرفت تتميز. ما عرفتش. قلت لك خليه بالنهار، خليه بالنهار، بلاش بالليل، خلينا نعمله بالنهار عشان نقدر نميز، عشان نقدر نستفاد بالمقلب. اعتبرني ولا انا استفدت ولا بالليل ولا بالنهار. اعمل فيه تاني مقلب بعد. انا بقالي اكتر من شهر عمال افكر في الفكره دي، والاخر تعمل لي المقلب بوظوه علي. كلامك طول الليل وهنا وهنا وهنا، وايه رايك ونعمل كذا وانت حلو جميل جميل يا محمود، ونجمل ونجمل يا محمود ده جميل. وانا اقول خلاص ماشي تم، واروح اشتري الصابون واجيب الطاسات ومرتبه ونقول هنروح نستناه هناك عند اسمه. كم خليت صابون؟ كم خليت الصابون؟ هاخده منك 25 ده، هاخدهم منك. طيب خسران صابون، خسران 25 درهم في الصابون. خسران طياز يا اخي. اتصلت بكام؟ 15 درهم لوحده. يعني كم كله؟ 40 درهم. انت بتعبر مني عبالة. وبترولك من هناك لهنا. من هناك بترولك من هناك وصلت لهنا. والله واقف بخسارة يا عم. اقول لك انت زعلان زعلان، عود علي على ابنك. والله زعلان، انا زعلان الخسران اللي خسرته وما استفدتش حاجة. زعلان انك وانت خسرت. ده عطى حق اللي خسر اليوم. والله ما تشوف ريال. مش عايز حاجه منك، انا هاخده منه هو وانا معوضها لك تاني. والله ما مش زعلان من وش توت؟ المقلب ما مشيش. اقل حاجه بقى دلوقتي ادوني حق الخساره اللي انا خسرتها. خساره وش؟ خساره وش؟ 100 درهم بترول من الحشور لحد هنا، وجايب طاسات ب 15 درهم اللي هتخسر بقى دماغي، اللي انا مش عارف استفاد منكم بحاجه. انا دي 15 درهم و25 صابون. انا كده كام؟ 140 درهم. ادوهم لي وانا كده خلاص المقلب خلاص راح لحاله، واديني بقى اللي خسرت 140 درهم. لا تشوف درهم. لا ابو بدر، ما حد قال يا ابو بدر، ما حد عذر عليه. لا ابو بدر
ما يبقاش تعمل اعمل المقلب وتعمل فيه والاخر اخسر كمان. انا مستحيل اخسر. انا مستحيل اخسر. انا تديله فلوسي. ما بنديله. انا مش همشي من الا لما اخد فلوس. ما بنعطيك. مش ماشي. حتى ولا همشيكم. اذا حطوا اطياس في المناديه كان حد يشتريها. حق خسارته يقول لك. والله ما ياب ريال. تعرف هو مشاهر كامل. انت ولا هو تدون. شهر كامل هو يفكر لهذا. وكل يوم يتصل. وخسارة مكلمات طول الليل دولي. خسارة. خسارة خسارة فلوس مكالمات رصيد كل يوم اشحن لي ب 15 درهم و10 درهم مصري عشان اكلمه واقول له نعمل كذا ونسوي كذا واستناه لحد ما يبعد عن صحابه ويبقى لوحده عشان اكلمه ونرتب الموضوع مع بعض والاخر تتفق معاه عشان ايه؟ والله ما اتفقت انا ما جميت الريحه شميت الريحه لكن انت ما عرفت تتميز انا ما شفتش قلت لك خلي المقلب بالنهار خليه بالنهار انت اللي قلت لي لا بالليل تعالى دلوقتي هنعمله بالليل قلت لك خليه بالنهار لازم تعمل فيه كان بالنهار كنا هنعرف نميز دي من دي وخدت عملته فيه وزماني دلوقتي انا اللي مبسوط وعمال اضحك بدل ما هو اللي عمال يضحك عليا